أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.